ما تحطيش من الزيت ده كتير عشان هيخلي شعرك شلال وجدائل من الشعر من كتر الكثافة والطول، هيعالج التساقط والصلع الوراثي وكمان الفراغات. الوصفة دي تنفع للأطفال والرجال، وصفة ممتازة جدا جدا، ومن أول استخدام هتحسي بالنتيجة الغير طبيعية. كملي معايا الوصفة للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بينا مع بعض نعمل زيت المعجزة اللي انا قلتلكم عليه. هنبدأ الأول دايما في الوصفات بتاعتنا واقول لكم الفايدة بتاعتها ونستخدمها ازاي. أول حاجة بس متنسوهاش ان كنتوا تعملوا لايك للفيديو ده وتصلوا على رسول الله، وما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات الوصفات اللي انتوا عايزينها بعد كده، وكمان تعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس. يلا بينا. المكون الاول اللي احنا هنستخدمه النهارده هيكون مكون رائع جدا جدا وغني عن التعريف، وكلنا بنستعمله الفتره اللي فاتت، لكن احنا النهارده هتكون طريقتنا مختلفه شويه. طيب المكون ده ايه؟ المكون ده هو اكليل الجبل او الروزماري. اكليل الجبل او الروزماري من ضمن المكونات اللي الفتره اللي فاتت كانت عامله ضجه جامده جدا جدا، من المكونات المفيده للشعر واللي بتخلي الشعر ممتاز وطويل وكثيف. طيب طريقة استعمال الوصفة النهاردة بسيطة جدا. انا هستخدم معلقة واحدة فقط كبيرة من اكليل الجبل او الروزماري، اهو بالشكل كده. هستخدم معلقة كبيرة اهو، لسه كمان عايزة معلقة تانية عشان تبقى معلقة كبيرة، يعني مثلا بمعدل معلقتين، معلقتين ممسوحين من اكليل الجبل. على فكرة اكليل الجبل ده انا قبل ما احطه واخزنه هنا كنت غسلاه عشان بيبقى فيه اتربة، فالافضل ان انتي تكوني غاسلة الحاجة بتاعتك تمام، وما فيهاش مشكلة خالص ان انتي تغسليها، بس اهم حاجة ان هي ما تكونش مبلولة عشان الوصفة دي او الزيت اللي هنعمله النهاردة معاكو ما ينفعش يتحط فيه حاجة مبلولة عشان بيعفن تمام. يلا بينا بقى مع بعض نيجي للمكون التاني. طيب المكون التاني ده برضو ايه المكون ده؟ المكون ده برضو غني عن التعريف، بس في منكم كتير مش بيستخدموه، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المحلب. المحلب من ضمن الحاجات الممتازة جدا جدا اللي ممكن تستخدميها لشعرك. الخليجيات يكتبوا لي في الكومنتات فعلا ان قد ايه المحلب هما بيستخدموه كويس جدا، والمغربيات والجزائريات برضو بيعملوه في وصفات كتير قوي. من متابعتي ليهم انا اكتشفت المحلب ده، وفعليا ممتاز جدا جدا للشعر، وخصوصا لو خلطتيه بزيت قوي فهيجيب معاكي نتيجه ممتازه. هحط برضو معلقه كده بالشكل ده كده من المحلب على المكونات بتاعتي، وزي ما قلت لكم المعلقة هتكون ممسوحة بالشكل ده. برضو من ضمن الحاجات برضو يا بنات الممتازة اللي ممكن تستخدميها لشعرك هو المحلب زي ما انا عرفتكم. اهم حاجة بس في الوصفة بتاعتنا دي ان هو يكون محلب ممتاز وكويس، هتلاقيه على فكرة عند اي عطار تمام. بالظبط اهو حطيت معلقة من المحلب على الروزماري. طريقة استخدام بقى الوصفة تمام هتكون سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة هتجيبيها وهي ان انت هتجيبي كبة صغيرة، اي حاجة عشان نطحن فيها المكونات دي. لو ما عندكيش كبة تقدري تستخدمي ايد الهون اللي عندك وتطحني الحاجات دي، عقل تكسريها يعني تمام. وفي ناس كمان بتستعمل الشاكوش وبتحط دولة في فوطة وبتكسر بالشاكوش كده لحد ما بيتطحنوا عادي، يعني انا بقى اعرف ناس والله بيعملوا كده مش عندهم لا كبه ولا عندهم ايد هون، فانتي تقدري ان انتي تساعدي نفسك وتسهلي الموضوع على نفسك تمام. هبدا ان انا اضيف ايد الهون كده، يعني قصدي اضيف المكونات في الكبه بتاعتي تمام، عشان ابدا ان انا استعملها. عايزه اقول لكم بس من ضمن الحاجات برضو المهمه اللي ممكن تستخدميها في الـ 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 التكسير ده، وهو ان انت ممكن ما تطحنيهاش اساسا، ممكن تستعمليها كده بحالها، بس بصراحه انا بحب اطحن الحاجه، لان دايما بقول لكم ان طحن الحاجه عموما بيساعد على دخول الزيت في الاعشاب دي او نزول الخصائص بتاعت الاعشاب في الزيت بشكل اسرع، مش بتبقي محتاجه ان انتي تقعديها في الزيت كذا يوم. هطحنهم كلهم مع بعض واجيلكم.
اهو يا بنات، بصوا ضربته بقى مطحون كده ناعم جدا، بودر اللي هو المحلب واكليل الجبل، تمام. هقلبهم بقى كده، تمام. شايفين بقى الجمال، بقى عندي كمية رائعة جدا جدا من اكليل الجبل والمحلب مطحونين رائعين يا جماعة. بجد المكون ده غير طبيعي بالمرة، غير طبيعي. طيب هجيب برطمان زي ده عشان ابدأ ان انا اضيف فيه الكمية اللي هحتاجها من المحلب والاكليل الجبل، تمام. اول حاجة هبدأ بيها ان انا هستخدم معلقة اهو بالشكل ده، وهبدأ ان انا اضيفها هنا اهو، اهو معلقتين كبار من الخليط بتاعنا، تمام. تقدري بقى ان انت تستخدمي كمية اكتر، انا عشان انا هستخدم كوباية كاملة من الزيت فهستخدم الكمية كلها، تمام. لكن انت لو عايزة تستخدمي نص مثلا الزيت او حاجة، مش عايزة تعملي الكمية دي كلها، بس بصراحة يفضل انت تعملي الكمية كلها عشان تفضلي تستخدميها مدة طويلة بس. فانا هستخدم الكمية كلها، وبعد كده اهو زي ما انتوا شايفين، لاني مش انا بس اللي بستخدم الزيت لوحدي، لا ده انا وكمان اخواتي، فبعمل كمية كبيرة عشان نقدر نستعملها مع بعض ما نخلصهاش، تمام. اهو بالشكل ده، شايفين بقى الحلاوة، شايفين الجمال. طيب دلوقتي بقى الحاجة التانية اللي احنا هنعملها، وهي ان احنا هنستخدم الزيت. ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الزيت اللي عندك، ممكن تستخدمي زيت الزيتون، ممكن تستخدمي زيت جوز الهند، السمسم، الجوجوبا، براحتك. انا النهاردة هستخدم زيت الزيتون. زيت الزيتون من ضمن الحاجات الممتازة اللي ممكن تستخدميها لشعرك. انا هستخدم زي ما قلت لكم كوباية كبيرة من زيت الزيتون اهو، حط كوباية كاملة من زيت الزيتون اهو يا بنات. بعد ما حطينا فيهم الكوباية من الزيت، زيت زيتون، وعلى فكرة يا بنات انا حطيت معلقة من زيت جوز الهند، انا بحب استخدم زيت جوز الهند، بس حطيت معلقة واحدة بس صغيرة منه زائد الكوباية بتاعة زيت الزيتون، تمام. انا عايزة اقول لكم ان الزيت ده زيت معجزة ممتاز. شايفين حبة الروزماري والمحلب تحت كده اهو بيتنقع بقى، تمام. هتنقعيه لمدة يوم او يومين في مكان مظلم، وطريقة الاستخدام بسيطة جدا. مش هتصفي طبعا الزيت منه، او قصدي المحلب والكليل الجبل، عشان هم اصلا مطحونين، فانت مش هتصفيهم. كل اللي انت هتعمليه هو ان انت هتبدأي تستعمليه بعد يومين من النقع، تسيبيه يومين وتبدأي تستعمليه. هتحطيه على جذور الشعر وتدلكيه لمدة 5 دقايق، وتسيبيه ساعتين على شعرك وبعدين تغسليه، او ممكن تحطيه بالليل وتغسليه الصبح، بس اهم حاجة ما تقعديش بيه ايام، عشان الزيت بيبقى تقيل على فروة الشعر، بيسبب ان المسام بتاعت فروة الشعر تتسد لو انت سبتيه بشكل كبير، تمام. دي كانت طريقة الزيت المعجزة النهاردة بتاعنا. الزيت ده ممتاز جدا جدا للشعر، وبيطوله وبيكثفه. اتمنى ان انا اكون فدتكم النهاردة، بحبكم جدا جدا، ومع السلامة.